مرحبا بكم مشاهدينا. ها صحافة العار اللي عندنا التهديم ثم التهديم ثم التهديم، وتشوفهم هنا عصابات وحسين جناد مع وحيد وغيرهم. يعني ما دخلش لانه ما عندوش لو كونترا، ان كونترا ما عندوش. والخطير في الامر قاعد سيدي موسى هكذا حابسه، خايفين جمال بن مدي والمسؤول على خايفين. اسمح لي نكمل الطرح سيدي، نعطيك الكرونولوجي. يا سي جمال رجاء انا نعطيك معلومه وتتناقش في معلومات، جو سي با بوركوا. انا قلت لك ما تناقشني، ناقشني في رايي. المشكل حبس معلومه، معليش رجاء ما تناقشنيش في معلومه، ما تناقشنيش في معلومه. يا سيدي نعطيك معلومه، خليني نكمل لك، خليني انا ندي الدليل. نعطيك معلومه، انا نعطيك الدليل، نعطيك الدليل بلي اصبر، معليش ماشي مشكل، اصبر رجاء. هاي ليك فوالا، راني درت كابتور بعثها الامير زكريديا. هذا يوسف اوزنالي، هاو ليك، هاو يوسف اوزنالي اللي حكم سيدي موسى. لحكم سيدي موسى فوالا. هذا الحوار داروا في سيت الافاف يوم 22 اوت 2023، يعني عنده 10 ايام. السي كيتكلم حسين جناد على، وناس تكلموا على حاله سيدي موسى الارضيه كانوا خبينها، يقول لو سي تي ان اي بري بور لا نوفيل سيزون فوتباليستيك. وداخل الحوار عندي كابتيو ديال ديماش يتكلم على الكازون، يقول لك وي تقشف راهو مليح وقادر يستقبل. هضر على المباني وهضر على الارضيه، قال قادر يستقبل المنتخب الوطني. هانا فيها، وانا فيها واضح. ما كاش وشكون يروح يحضر في تبرقه؟ شوف شو يعني، خليني رافي، خليني كمل هذيك قبل ما يروح جمال سعودان. شكون تاع سيدي موسى، المودي تاع سيدي موسى يقول لك دي جور افون بلي راهو مليح، ومن بعد دي جور افون يبان ماشي مليح. سيدي موسى ما قدرش يوقف عليه، يبعثو هو يحضر تربص المنتخب الوطني في تبرقه باش يشوف الكازو ولا مليح. الكازو اللي كنت مسؤول عليه ما شفتوش ولا مليح، تروح تشوف النادي تاع تبرقه. واضح رفيق، شو جمال عطي لي. شوف انا بالنسبه لي سادير اون فو اكيد باغيين حابين نكلفوا الناخب الوطني جبل بن ماضي باشياء تفوق طاقته. هو ناخب وطني لا تيب ليكيب ناسيونال تفوق طاقته. خليك مرة علي لوزيج كان قاعد سيدي موسى، يا رفيق علي لوزيج قول كيف سيدي موسى عندي دي زاج وعايشين في طرفه. وعلى ما في، خليك ما تلتزمش باش نفس الشيء اللي دار. خليك التزم، التزم كمان. انا معلومه، انا معلومه، معلش كمان. تجيك في داك فيفا لي زاج تاعو عايشين في فرنسا، ومن بعد تجي في سيدي موسى. يا رفيق يا وحيد خليه يكمل، خليه يكمل يا رفيق. يا رفيق يا رفيق يا رفيق من فضلك، خليه يكمل، خليه يكمل. ماكش واقعي انت، يا رفيق. لا 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 لا، نعطيك حجه. لا لا، سي جمال، سي جمال اسمع لي. دي دي سوي بالاورو، يجي دي دي سوي بالاورو، يجي هنا يعيش. عندي ديزاج وبعثه لسيدي موسى. جو ريغريت برامي، جو ريغريت. يا رفيق يا وحيد اسمح لي، انت تجي لالجيري، تجي لالجيري لي جورجي عقد ديسكوتي سون سالير. لا 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 لا، نهضر يا وحيد. عندك دوسوي، يا وحيد نقطة نظام، عندك دوسوي من الاورو، عندك دوسوي من الاورو، عندك ديزاج وجو. لا اسمح لي اسمح لي، هذا هو نعطيك معلومة، نعطيك معلومة، نعطيك معلومة، نعطيك معلومة، نعطيك معلومة. سيد عايش في قطر، نعم، جورجي لي زاج عايش في فرنسا دو موا، ما تجيش تشوف لا دات فيفا تقولوا بلي سيدي موسى ماشي مليح. خليني نكمل لك، ومن بعد تبعث لالجيري لتبرقه بور ايميلي لالجيري. الجزائر اللي دار دوسي ابريتي لاكاد 2027، عندنا دوسي بور لاكاد 2027، يجي لونترينور يجي لتونس، سي بور ايميلي لالجيري. جو ريغريت، جو ريغريت، جو ريغريت. جو ريغريت، انا جو ريغريت، انا جو ريغريت. من فضلك يا رفيق، ديفوندي لا بيرسون تما ديفوندي لالجيري. يا رفيق يا وحيد، ديفوندي لا بيرسون تما لالجيري. يا رفيق جو ريغريت، سي تحيي ايميلي لالجيري، يديك تبرقه، يديك لك تبرقه. يا وحيد راح يكون مضطر. جماعة الخير نقطة صغيرة، تلقى جاي يا رفيق، تناقش الناس المعلومة غير تكلم على بالماضي رفيق، وكأنك ضربت بالإلكترون شوك. إلكترون شوك تكلم على بالماضي جدي جدا. وحيد وحيد، جو سوي الجيريا، يا وحيد جو سوي نقطة صغيرة. الجيريا اللي حبيت الإنسان اللي يخدم الناس اللي دار فلوس، اللي حبيت تبرقى هذا الناس يحوسوا يرمي المنشفة كما قال هذا في الفيلم. يا وحيد اون ديفون الجيري، يا وحيد باك
باتريوت ما يديش بلاده تبرقه ويمترش لا 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 خليه خليه يكمل من فضلك سي جمال سامنحك الكلمه كامله رفيق من فضلك باش ما نخرجوش فاصل وباش ما نكونش مضطر اني ننهي الحصه سي جمال تفضل اعطينا قناعتك دركت من بها انا قناعتي انا بديت تكلمت وقلت اننا نريد لا تريد تحميل بالماضي بالماضي مسؤولية. انه هو يولي يتكلم بالعيش مع حالو زوج ولا غير حالو زوج اللي يحب يتكلم بالعيش il trouve que le terrain n'est pas convenable il est le coach national il roh yelab win bgha w yroh yedrb win bgha c'est sa responsabilité c'est son équipe huwa il est dans son pouvoir de les mettre dans de bonnes conditions mazal machi voilà maintenant ana nqoul depuis le 22 décembre depuis que le contrat a été renouvelé monsieur le coach monsieur Jamel Benmadi subit un harcèlement continu et permanent pour que le monsieur quitte qui m'a dit qu'il y a le VTR تاعكم مانيش انا اللي قلت le VTR تاعكم قال لك انهم يريدون بعث دفع جمال بن ماضي لرمين من شافها صافي بارتي دو سو كومبلو اي صافي بارتي دو سيت مانيو من فضلك هذا ما كان انا بالنسبه لي علقنا في هذه النقطه من فضلك حنا في الزاويه في زاويه انت يا تكلم كثير تضحك احنا في زاويه لا اله ناظر باش النقطه نحن مع الوطني جمال البلماضي في ممارسات وطنيه في ممارسات دركوا في ممارسات هناك ممارسات لا نوافق فيها جمال البلماضي هنالك ممارسات ماشي سي نورمال ماشي نورمال رفيق طرح لك قناعات وقال لك معلومه قال لك راني نقول لك في معلومات واضح وانت راك مديت لنا الان رايك ما رايك فيما قاله رفيق واحد من المعلومات ان المعلومه انا بالنسبه ليا الا راه يهضر على مزال قال لك معلومه سمعني ولي سي لا كاتريام فوا كو جو ديسكوت سا افيك مع سي رفيق وراهو دار الاعلام جو سي سكو سو لا فو دير الخبر نعرف واش معناتها المعلومه من يعطي المعلومه جو سي سكو سا فو دير بورتري جو سي سا فو دير ديدكسيون جو سي سكو سا فو دير ان كومونتير دو بريس نعرفها قاريها ونقراهم هذا معلومته هو سي تادير راه يلونغاج سا بروبر بيرسون أمو لا ولا جهة ولا هيئة ولا ريان دي تو سي سا بروبر بيرسون دار دير دي 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 كاع هذي مال كاع معلومة عندها مصداقية ما عندهاش المصداقية غير فو الي لا فيريفي سو لو تيران الي لي فيريفي لو تيران دي زانفورماسيون كي لي تونتران دو دوني اي بوف سافيري اتر فري معليش نوافقوا ونقولوا بلي سي فري سي جمال بن ماضي كي دارير لو ديغرادمون تاع لا ديغراداسيون دو تيران تاع سيدي موسى نيلسون مانديلا ميلود هاتفي اي تو لو ريست Voilà, voilà le problème, il n'y a pas de problème. Mais maintenant que Jamel Benmadi devient la cible après le 22 décembre, nous venons le contrat, on continue à encore parler de son salaire alors que nous n'avons pas le droit. Le mutahem raïsi, il a quel fille, il a déjà eu le salaire, il m'a dit où il a fait, il m'a dit Jamel Benmadi. Voilà. Merci Farid, merci Farid, merci Farid. Merci Farid, واضح. لهذا نظن باللي كان من المفروض انه يجي هنا للجزائر ويشوف الارضيه اللي راح يدرب فيها اذا كان اليوم سيدي موسى ماهوش جاهز باش نديرو يتنقل الى ملاعب الجزائر اللي موجوده انا نقول له اذا كان ملعب تاع طبرقه ملعب باتنا احسن منه بكثير لان تربصنا احنا في 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 طبرقه يعني باتنا فيها كل 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 المواصفات اللي باغي هو فيها واضح. فيها التربص قسنطينه فيها في عنابه فيها ولهذا انا نقول باللي كان هو ملزم يكون هنا في الجزائر ويتنقل الارضيه المناسبه للمنتخب الوطني ما يجيش 24 ساعه قبل التربص ويعاود ينقل ويدير اهانه للجزائر ويخرجها خارج الوطن ولهذا لابد انه يكون هنا في الجزائر والجزائر انا نظن انا نروح ندير تربص انا ندير تربص في طبرقه انا ندير تربص في طبرقه انا ندير تربص في طبرقه في طبرقه والجزائر على ابواب الترشح الى كاس افريقيا هذا يعتبر اهانه برافو برافو كمل كمل سمح لي انا نجاوب السي جمال واضح كمل شوف سي جمال انا ان شاء الله ما تقاطعونيش خلونا ما درتو سي جمال بالماضي